بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. اسمحوا لي في البداية مرة ثانية أن أرحب بفخامة الرئيس في بلده الثاني مصر، ولا في بلده، لا مش في بلده الثاني، في بلده مصر، وبين أبناء شعب مصر، أبناء النيل، ذلك النهر العظيم الذي جمع مصر والسودان ووحد مصير شعبيهما في شمال وجنوب الوادي برباط وثيق ودائم. أود أن أشير إلى سعادتنا البالغة بتلك الزيارة الهامة لرئيس جمهورية السودان الشقيقة إلى مصر، والتي تأتي في توقيت تتوحد فيه الإرادة السياسية والشعبية في البلدين لتحقيق طفرة نوعية غير مسبوقة في علاقاتهما الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بشكل يرقى إلى تطلعات الشعبين ويعظم الاستفادة المشتركة من القدرات البشرية والاقتصادية الهائلة المتوفرة لدى البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. لقد دارت مناقشات مستفيضة بيني وبين فخامة الرئيس البشير، تناولت سبل تفعيل التعاون بين البلدين، حيث اتفقنا على ترفيع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، على أن تعقد لقاءات بين الوزراء المعنيين بمختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة لضمان الإعداد الجيد للجنة العليا المشتركة. كما تناولت المناقشات أيضا التطورات على الساحة الإقليمية سواء الأفريقية أو في الشرق الأوسط، وقد استحوذت الأوضاع في ليبيا على شق هام من المحادثات، حيث تم الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق ودعم الخيارات الحرة للشعب الليبي ومؤسساته الشرعية وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي. السيدات والسادة، أستطيع أن أقول أن محادثاتنا كانت إيجابية للغاية، وعكست حرص قيادتي الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق على ضرورة تعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أرحب مجددا بشقيقي الرئيس عمر البشير. وقبل ما أعطي لفخامته الكلمة، اسمحوا لي أن أنا أخرج عن السياق وأقول بناء العلاقات بين الدول، بين مصر والسودان، بيحتاج مننا كلنا، إلى الحرص والعمل على أن العلاقات دي تستمر بالقوة والفاعلية اللي احنا عايزينها، وده مسؤولية لينا كلنا، مش بس لمؤسسات الدولة، مش بس للإرادة السياسية للرئيسين أو للحكومتين، كمان لأجهزة الدولة الأخرى، للإعلام على سبيل المثال. احنا محتاجين نخلي بالنا من كل كلمة بنقولها إذا كنا حريصين على أن العلاقات بين البلدين، مش بس بين البلدين، بيننا وبين، نخلي بالنا كلنا في كل كلمة بنقولها، لأجل أن العلاقات بين الدول تستمر وتزيد تقوى، وده بيحتاج مننا احنا كمسؤولين كمان لصبر وفهم. ومرة تانية أهلا بيك فخامة الرئيس وبضيوف مصر الكرام، أهلا وسهلا، واسمح لي أن حضرتك تتفضل بكلمتك. يعني